انترناشونال جيم جديد من سناب شابس بطولة لبنان 2022-2023. نحن بالمرحلة 14 من هيدي البطولة. نحن بمزهر بملعب الهومنتمن. الهومنتمن عم يستقبل ليدرز جيم كتير مهم من هالبطولة. ليش كتير مهم؟ لأنه التاسع عم يلعب ضد الـ11. الليدرز التاسع 4 ربح 9 خسارات، عم يلعب ضد الهومنتمن 3 ربح 10 خسارات. هومنتمن إذا بيربح اليوم بيصير مثله مثل الليدرز، وبيصير كمان مثل أطلس، مثل أنترانيك، بيصيروا كلهم يعني عم بيهاجموا على المركز الثامن. كتير مهم للهومنتمن. بالنسبة للليدرز، الليدرز بيربح وضعه بيصير كمان أحسن وأحسن، بيتقدم للمركز من التاسع، بيتقدم للمركز السابع. كتير مهم هالجيم للفريقين. مرحلة 14 نحن من هالبطولة. بهالمرحلة NSA نقلنا لكم اياه، اكيد كله عم ننقله على الـ SBI. 83-77 على أطلس بزحلة، 97-88 بيروت بيربح على بيبلوس، 93-50 اليوم بيربح الحكمة على المريس. هلأ جيم رابع من هالمرحلة الـ 14. الستارترز بالفريقين، بفريق الحكمة صاحب الأرض، بفريق الحكمة فريق الهومنت من صاحب الأرض، عنا جيسي جونز الجارد، عيقي صقر كالدويل، ودانييل بغداديان. هدول الستارترز بالفريق الأورنج. بفريق الأزرق الستارترز بيكوك، كريستوف خليل، مخلوف جان لوك مخلوف، يوسف غنطوس، وستانلي ديفيس. حكمنا الكيت اليوم بول سايم، كلود أبي جبرايل، ورباح نجام نشيد الوطني. كمان نشيد الهومنتمن. يلا الجيم راح يبلش. جمهور منه عاطل، كان المفروض يكون الجمهور اكثر من هيك بكثير، بس مثل ما فهمنا تسكير الطرقات، مثل ما كلكم بتعرفوا هلا بتصور طرقات، في طرقات مسكره اليوم. بقى ما فول الملعب، كان المفروض يفول. شغلين كثير منيح هومنتمن كرمال يفولوا الملعب، كرمال الملعب يكون مسكر للآخر. بس جمهور مش عاطل لجيم اليوم. جامبول بتروح عند الصقر، جونز عم نشوف زون، بلشين زون ثلاثة، ما بحط جيسي جونز، مخلوف دغري اوتلت باس عند ستانلي، بلشين زون ليدر، ثلاثة بعيدة كثير يا ستانلي، أول كتنات بالجيم، كثير بعيدة، ليدرز كاتب صفر. لا على بومان، خلينا نشوف ماتش اب زون عم بيكون، مش مان ماتش اب زون،
بتروح عند الصقر. الصقر بلوك شوت من المخلوف. تاني ميل حلوه كثير هالفاست بريك، حلوه كثير. بدك تخلصها كريستوف خليل، بغداد يان ريباوند. جونز، جونز تيرن اوفر، بتروح عند ستانلي. ستانلي بيروح، لا لو ظبطت معه، لو ظبطت معه. حلوه كثير يا ستانلي، فشخ من بعيد، لعب لبرا لكريستوف خليل على الكيتي. كريستوف خليل تاني ثلاث نقط بالجيم، واحدة لستانلي وواحدة لكريستوف خليل. 6-0 ليدرز. كالدويل كالدويل بيلعب للبغداديان، بيقطع مين؟ بيقطع باونس باس. ايه شو عم يلعبوا حلو الليدرز بأول دقيقتين من الجيم، أول دقيقتين من الجيم. 8-0 8-0 فاست بريك. جون لوك عم يلعب دفاع كثير منيح وعم يلعب على الهجوم. جيسي، جيسي بحط أول نقطتين للهومنتمن. 8-2 يه 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 يه. شو عم شوف قدامي؟ شو عم شوف قدامي؟ استنى تاني ثلاث نقط، 2 من 2 ثلاث نقط، 3 من 3 ثلاث نقط. عم نحكي للليدرز. 11-2 صقر لبرا. كالدويل ميد رينج ما بحط. كريستوف خليل الريباوند. يوسف، يوسف فوت على الباسكت، بيلعب الباس الحلو. مخلوف بيقطع منه صار، لا توصل عند مين؟ ما بيخلص يوسف. ميد رينج على البورد، بدك تحطها يوسف. هيني هاي جيسي لبرا. صقر 3 كريستوف خليل الريباوند. الكود اسرع يا كريستوف، في مجال على الفاست بريك باول جيم. ستيل بتروح عند جيسي جونز. جيسي نون بيلعب الباونس باس. بيكوك، بيكوك بيرجع لورا على الدفاع، بيقطع الطابه. يوسف اكسترا باس، كمان اكسترا باس ثاني. حلوه اللعبه، حلوه اللعبه، ما بتفوت الثلاثه بس لعبه حلوه كثير. ستانلي كان في شوت، لعب الاكسترا باس للي افضل منه. هيدا الباسكت الصح، كل شيء عم يعملوه ليدرز لهلا صح. بغداديان عم يلعب على البوست، باسكت ان مع فاول للبغداديان. اول نقطتين للبغداديان وعنده فري ثرو. دانيال عنده معدل 5.9 نقط، 5.6 ريباوند بالجيم. فري ثرو ما بحط. ريباوند مخلوف. 11-4 بيكوك. كريستوف خليل، كريستوف خليل بيلعب لبرا. ستانلي، ستانلي بياخد الفاول. اوت اوف باونس. كريستوف خليل فايد اواي ما بتزبط. اوفنسيف ريباوند ليوسف غنطوس. يوسف بفوت على الباسكت ما بحط. دانيال بيلعب لبرا دغري لجيسي، جيسي لبرا. كالدويل لحاله، كالدويل لحاله، كالدويل بهال اول ثلاث نقط، اول ثلاث نقط الو واول ثلاث نقط للهومنتمن. أكثر لعيب بحط سكور ببطولة لبنان هو كالدويل. ستيل كمان بتروح عند كالدويل على الجديد. كالدويل بفوت على الباسكت،
بحط الباسكت خمس نقاط. تايم اوت. لا ما في تايم اوت. لا ما في تايم اوت. 11-9. كولدويل بدفع بالكم. اذا فينا نقول هداف البطوله بس هو لعبين بس خمسه جيمز عنده 29. تيرن اوفر تيرن اوفر. قد ايه كانوا مبلشين صح؟ عم بخبصوا هلا بالتيرن اوفر. كنت عم بقول لعبين بس خمسة جيمز كولدويل بس هو اكثر لعيب بحط بجيم واحد 29 فاصلة نقطتين بالجيم. ثلاثة تيرن اوفرز على الليدرز لهلا. جونز جونز ستيب باك. صاير من وين بيجيب الاوفنسيف ريباوند؟ من وين؟ من وين؟ عقيقة ثلاثة برا. ريباوند للليدرز لستانلي كمان ستيل ستيل والصاير بيعدل سكورز. الصاير بيعدل سكورز 11-11. ولع الجيم ولع الجيم بين صفر ل 11-11. شو صار؟ فاول؟ Out of bounds. Rantus. Peacock. Peacock step back. بيلعب باس لكريستوف خليل. كريستوف خليل كمان كمان turnover. وستيل وستيل بحط ستانلي. ستيل وستانلي بحط نقطته الثامنة. هداف الجيم ستانلي لهلا. كولدويل بيلعب للبغداديان. بين واضح شو عم يعملوا هومنتمن. عم يلعبوا تحت السلة. واضح هومنتمن عم يلعبوا تحت السلة. عم بيوصلوا قد ما فيهم لدانيال بغداديان. أربع نقط لدانيال. كولدويل ما بيلعب كثير بيظهروا على السلة مثل ما شفنا لهلا بالبطولة. لو هيك في يلعب كمان هو تحت السلة. ما ننسى الليدرز ما عندهم سنتر. ما عندهم سنتر إلا المخلوف. مخلوف لعيب صغير خبرة قليلة بس عم يلعب. بيكوك ما بيخلص. تلتاش تلتاش. أقل من ثلاث دقايق ليخلص الكوارتر الأول. كولدويل ما تخليها كتير بإيدك يا كولدويل. تسعة شوت لوك. ستيل بيكوك زت بسرعة على ستانلي. أسرع بدكم تلعبوا. الفريقين بده يلعبوا أسرع. يوسف بفوت على الباسكت. يوسف باسكت إن مع فاول. أول نقطتين للغنطوس. غنطوس 13.8 نقط بالجيم. 4.6 ريباوندز. 3.4 أسيست. معدلوا بالجيم. أول نقطتين للغنطوس وعنده فري ثرو. أند وان. 16-13. نايف جونز ماتش اب زون من اول جيم. جونز جونز عم تعجقها. عجقتها تاني ميل في فاست بريك. تاني ميل في فاست بريك ما استعملوها. الطابة بتضل مع الليدرز.
كريستوف خليل. كريستوف لبيكوك. بيكوك صعب كتير، صعب كتير يا بيكوك. بتروح عن البغداديان صائر، علي وشك، علي راسك، علي وشك وتطلع لقدام على طول. ممنوع، اللي بيلقى الطابه بده يروح اسرع شيء فيه، بده يقطع الطابه اسرع شيء فيه واللاعبين يركضوا معه. ما في حدا ركض معه، ما في فاست بريك، بتروق بتهدي الطابه. سباك ثلاثه جوا كالدويل، حلوه. 8 نقط للكالدويل، بيعدل سكور 16-16. لا مبين الجيم راح يكون روعه، روعه راح يكون الجيم. بيكوك للغنطوس عن ثلاثه، غنطوس ما بحط، ريباوند للبغداديان الرابعه. لحود كالدويل، كالدويل موف صعب، بياخذ الفاول من البيكوك. بهيك موف صعب يا بيكوك ما تعمل فاول، ضايقه وما تعمل الفاول. اثنين فري ثروز. اذا فينا نقول هداف بطولة لبنان بخمس جيمات، لعبين خمس جيمات، 29 فاصل نقطتين معدله. جوشوا كالدويل اول فري ثرو ان، قلت لكم 29 فاصل نقطتين، 7.2 ريباوندز، 2.6 اسيست. 2 من 2 فري ثروز. 10 نقط للكالدويل، هداف الجيم. و 18-16 هالمره لهم اتمن. بيكوك للغنطوس، غنطوس بياخذ الفلوتر. مخلوف، شغل كتير كبير من المخلوف، كتير منيح الشغل من المخلوف، كتير منيح. فاول، اثنين فري ثروز ليوسف غنطوس. أول فري ثرو يوسف برا. ثاني فري ثرو، 2 من 3 اليوم من الفري ثرو يوسف غنطوس. آخر أتمت لازم تكون للهومنتمن، خلينا نشوف. صقر لحود لجونز. 10 شوت كلوك. نايف، نايف فوت على الباسكت، بيلعب اسيست حلو كتير وبلوك شوت. بيقول الحكم فاول على ستانلي. لكن الفاول شكله على المخلوف مش على ستانلي. تاني فاول على مخلوف. أول فري ثرو دانيال برا. تاني فري ثرو كمان برا. بيكوك سنتين، بدك تشوت يا بيكوك، بدك تشوت، بدك تشوت، بدك تشوت. بيخلص الكوارتر الأول 18-17. جيم راح يكون كتير حلو، جيم راح يكون كتير حلو. بس خليني اقول هلا مظبوط اب باي 1 الهومنتمن، بس اكبر فرق قدروا يعملوه نقطتين، اكبر فرق قدروا يعملوه 9. عم نحكي عن ليدرز. بلشوا الجيم كتير منيح الليدرز، كتير منيح، لعبوا دفاع
جيد جدا ولعبوا على الفاست بريك كتير منيح، برموا الطابة صح، توفقوا بالثلاث نقط بأول جيم عم نحكي، 3 من 3 بلشوا، هلا مخلصين عم نحكي ليدرز الكوارتر 3 من 6 بلشوا 3 من 3 2 من 5 للهومنتمن. لكن هداف الجيم لهلا كالدويل 10، اكثر لعيب عمل ريباوندز 4 دانيال بغداديان، اكثر لعيب عامل اسيست كريستوف خليل 2. بالنسبه للريباوندز 10-9 للليدرز، الاسيست 5-3 للليدرز، سيل 6-4 للليدرز، بلوك شوت 3-0 للهومنتمن، تيرن اوفر 6-5 هومنتمن. طابة مع ليدرز، تقريبا كل اول كوارتر مان عم نحكي عم يلعب فريق هومنتمن. بيكوك هون في ميس ماتش، بيكوك كمان بتروح منه الطابة للكالدويل، كالدويل بفوت على الباسكت، كالدويل وبيخلص بصعوبة بصعوبة، كالدويل نقطه 12-20-17. جيزي زون زون 2-1-2، يوسف بفوت على الباسكت، يوسف فلوتر ما بحط على البصر، لمين تروح الطابة؟ اوت هومنتمن. هلا جون لوك مخلوف برا، فاول فاول قاسي، كولدويل تاني فاول، تاني فري ثروز لستانلي، اول فري ثرو ان ستانلي، 21 نقطة 4 ريباوندز 4.5 اسيست بالجيم، 2 من 2 على الفري ثرو، 10 نقط لستانلي. نايف بيصحط، نايف تو عن كالدويل، عن جديد نايف، نايف ستيب باك 3 ما بيحط، الريباوند للصقر، صقر بيلعب باونس باس وبلوك شوت من نادر، بتروح على الفاست بريك، بتروح على الفاست بريك، هيدا الباسكت اللي بحبه، هيدا الباسكت الحلو، دغري علي راسك وشوف مين عم يركض، الغنطوس 6 نقطة 21-20 للليدرز هالمرة. جونز حلو كتير هالكروس اوفر يا جونز، حلو كتير هالكروس اوفر يا جونز، وحلو كتير هالنقطتين يا جيسي جونز، رابع نقطة لجونز. ستانلي بيلعب ليوسف لبرا حجازي، عن جديد لغنطوس، غنطوس لبرا، ستانلي لحاله على الكيتي، ستانلي لحاله على الكيتي بحط ثالث 3 نقط له بالجيم، 12 نقطة لستانلي. ثلاثة من ثلاثة ستانلي على الثلاث نقط، شايط ثلاثة حط ثلاثة، شوفوا شوفوا هالموف، هالموف من كالدويل عم يطالب بفاول، نايف عم بيقاتل ما له وقت كثير، بتروح على ستانلي، ستانلي بجرب يقطع الطابة،
بجرب يقطع الطابة ليوسف بيقطع جيسي. قبل نازل على الفاست بريك، زتة من ايدك من نص الملعب، زت الطابة. اوت اوف باونس. رواد بيكوك. تيتي ستانلي بعيدة كتير. أول تيتي بحطها برا، ستانلي كمان. نادر بيلعب حلو كتير، كيف عم يلعبوا. ما بيحط الثلاث نقط يوسف، بس حلو كتير كيف برمت الطابة. عم يقدروا ياخذوا الشوطة، بفتشوا على اكسترا باس. كولدويل يلعب لجونز، كيتي جونز بده يشوط. كيتي جونز يوسف بدك تعرف انه صار اخر الوقت، بعرف انه بده يشوط، ما لازم تخليه. سبع نقط لجونز. جيسي 25-24. نادر الدهيني تيرن اوفر. جونز تروح عند بغداديان. بغداديان تحت السلة ما بيحط، بتروح عند ستانلي. كريستوف خليل نادر دهيني. ثلاثة صعبة يا نادر، صعبة يا نادر. جونز بيلعب للبغداديان. بغداديان حلوة منك يا بغداديان. 27-24. دانيال ست نقط. كانوا بلشوا فترة يلعبوا تحت السلة كتير مع دانيال بغداديان، هلأ مع انه برا كمان المخلوف لازم يلعبوا اكتر. غريب. تلاتة حجازي ما بيحط. جونز عن جديد يفوت على الباسكت لبرا. عقيقي ثلاثة ما بيحط. بيكوك الريباوند الثالث، يعني كوارتر ونص. البيكوك بعده ما حط ولا نقطة. حلوة مرمة الطابة، توصل عن كريستوف خليل. كريستوف خليل بيحط نقطته الخامسة. بيكوك 2 اتمتس، واحدة على النقطتين واحدة على الثلاثة. ما فيك اجنبي يكون معك بالفريق ياخذ 2 اتمتس بس. صائر صعبة يا صائر. ركود يا دهيني زتلو. صح وبلوك شوت، بلوك شوت من العية. بيكوك بيقطع الطابة تاني ميل. لبرا دهيني ثلاثة، هيني ما بحط. مين الريباوند؟ التب من بغداديان لجيسي جونز. جيسي بياخد وقته. كنا عم نحكي على الفاست بريك، الدهيني فات عمل اللي اب بالاجرين الغلط، شمال يمين بدل يمين شمال، شايف حدا بنط مثل العيق جاي عليك، يا بتعمل ريفيرس لي اب يا بتعمل صب على اجرتين فيك. كولدويل باخر الوقت ما بحط. 27-26. ستانلي عن جديد
لبرا نادر الدهيني، نادر الدهيني نادر مش نهاره اليوم، عم بيجرب وعم بي بتصور عم بيجرب شوي زياده. كولدويل اثنين ضبوا على كولدويل، بتروح عند جونز اربع شوت كلوك، دفاع كثير منيح من البيكوك، بتروح على كريستوف خليل دغري زد، لا بدك تزد، بتروح على كريستوف، كريستوف بياخذ البول اب جوا من كريستوف خليل، جوا من كريستوف خليل، سابع نقطة لكريستوف خليل. نادر دهيني يعني كنت عم بقول صفر من أربعة على صفر من أربعة أتمس، اثنين ثلاثة اثنين نقطتين، هو بتصور لازم وقت واحد يحط هيك أربعة ورا بعض برا يبلش يخفف شوي يعني يشغل أصحابه أكتر. لا لازم تصورنا الكادويات اللي حاطين لنا اياهم، ايه لازم تصورنا الكادويات اللي حاطين لنا اياهم جماعه الهومنتمن، كثير عم يهتموا فينا، شوكولا وموز وشو كمان كل الانواع، كل انواع الشوكولا، لا اهتمام كثير كبير من الهومنتمن اليوم. اخر دقيقتين و45 ثانية من الكوارتر الثاني الهاف الاول، فرق نقطة للليدرز. جرار لبرا، ستانلي بيقطع الطابة، ستانلي بيقطع الطابة 2 اون 1، بيلعب الباس حلو كثير، حلو كثير هالاسيست يا ستانلي، بيعطيهم لبيكوك اول نقطتين لبيكوك بالجيم، بس بيكوك بيطلع الفرق لك 3 30 27. بصراحة الدفاع الفريقين عم بيكون منيح، عم يلعبوا زون حلو كتير، حلو كتير، هيدا ما له حل، هيدا الصبي ما له حل، كالدويل ما له حل، بيكوك ووكينج 14 نقطة لكالدويل، 13 لستانلي، 6 ريباوندز للبغداديان، 3 اسيست لحجازي، 30 29 نقطة لليدرز. التاسع ضد ال 11، بذكركم 11 هومنتمن، تاسع ميد رينج ما بحط الحقيقي، التاسع هو ليدرز، ال 11 هو الهومنتمن. بيكوك ياخذ سكرين، ثلاثة بيكوك قوية، كريستوف خليل لا بجرب ياخذ الريباوند، لا طانيوس عيي هو اللي بياخذ الريباوند، ثلاثة سريعة صعبة بيكوك، ايه ست الفاست بريك ما وصلت، ما وصلت، جيسي جونز شو عم تعمل؟ شو عم تعمل يا جونز تحت السلة؟ عم تعشقها كثير ستانلي، يي ستانلي بيوقف ياخذ ثلاثة، ستانلي بيوقف ياخذ ثلاثة، كالدويل بيجيب الريباوند، نزلتين اغلاط من الليدرز بس بعدهم اب باي 1.
كالدويل، كالدويل 16 لكالدويل. وتايم اوت. بتصور في غلط على السكور بورد. السكور 31-30، كان 32-29 السكور، ف بده يتظبط هلا. هلا بيزبط سكور السكور بورد 31-30، 36 ثانية ليخلص الهاف الأول. اخر 36 ثانية، كمان بذكركم انه أكبر فرق قدر يعمله الهومنتمن بهالجيم 3 نقط، أكبر فرق قدر يعمله 9 نقط. عم نحكي عن ليدرز، بلش الجيم 8-0. يوسف. لبرا، حلوة للبيكوك، البيكوك بياخذ الفاول، 2 فري ثروز. للبيكوك بحط الفري ثرو، بينعد اسيست لكريمي. لجاد نمر، اول فري ثرو برا. تاني فري ثرو ان، 31-31 تايم اوت هالمرة للهومنتمن. 31-31 17 ثانية لخلص الهاف الأول. حلو الجيم، حلو الجيم. لكن هداف الجيم لهلا 16 نقطة كالدويل، هداف فريق الليدرز 13 ستانلي. أكثر لعيب عمل ريباوند 6 دانيال بغداديان. مالك حجازي بالوقت القليل اللي لعبه اذا فينا نقول بالجيم هو اكثر لعيب عمل ريباوندز بفريق ليدرز 5، اكثر لعيب عمل اسيست كمان مالك حجازي. عم نقول نحن وقت قليل، لاعبين تقريبا 9 دقائق من اصل ال 20. شوفوا الليدرز بعد ما بلشوا 3 من 3 على 3 نقط، هلا عندهم 4 من 14 28%، 3 من 11 عاطلين كثير على 3 نقط. عم نحكي عن الهومنتمن، انتبهوا الهومنتمن يعني جيسي اخذ شوطين 3 صعبين بيناتهم. ما عم ياخذوا اوبن شوت، فريقين عم يشتغلوا منيح دفاعيا. قديه رح يخلص الكورتر الثاني الهاف الاول؟ رح يضل 31-31 او رح يحطوا هومنتمن؟ قديه بعد فيه؟ ستيب باك حلوه كثير بس صعبه، ما بحط الريباوند لستانلي، بيخلص الهاف الاول 31-31. خلينا نرجع نقلكم على السريع، الفريقين عم يلعبوا دفاع كثير منيح، الفريقين عم يلعبوا اذا فينا نقول ماتش اب زون.
بلشوا كتير منيح على ثلاث نقط، عم نحكي عن ليدرز، بعدين رجع البرسنتج نزل يصير، بلشوا 3 من 3 صاروا 4 من 14. ف الفريقين عم بيقاتلوا على الدفاع تحت السله اكثر من برا. لنشوف الهاف الثاني شو بده يصير، لنشوف الكوتش شو راح يشوفوا، اذا راح يضلوا عم يلعبوا هال 2 1 2 ماتش اب اثنيناتهم اللي عم يلعبوها. خلينا نشوف شو بده يحكي، بنحكي بالهاف الثاني وشو بيعمل كل فريق. خلينا نرتاح ل 10 دقائق ونرجع.
مشاهدين اس بي اي صوت بيروت انترناشونال على منصتنا على الفيسبوك على يوتيوب، اهلا وسهلا فيكم من جديد من هالجيم الحلو كتير بين التاسع الليدرز الضيف هون بمصر عم يلعب ضد الهومنت من صاحب الارض 31-31. هومنت من مركز 11، 4 ربح 9 خسارات للليدرز، 3 ربح 10 خسارات للهومنتمن. جيم كتير مهم، 31-31 اول هاف، ما حدا عم يقبل يترك الجيم من الفريقين، ما حدا عم يقبل يترك الجيم. هومنتمن بده يرجع يفوت مع 3-4 فرق اصحاب الاربع ربح، اصحاب الاربع ربح، وبده يربح الخامس جيمه الخامس يقرب اكثر للفاينل 8 الليدرز. لكن اول هاف كان كتير حلو، الفريقين لعبوا كتير منيح. هداف الجيم لهلا 16 نقطة كالدويل لاعب فريق الهومنتمن، 13 ستانلي لاعب فريق الليدرز، بغداديان 6 ريباوندز، أكثر لعيب عامل ريباوندز، حجازي أكثر لعيب عامل ريباوندز بفريق ليدرز 5، حجازي أكثر لعيب عامل اسيست بالجيم بثلاثة، جونز، يوسف غنطوس، كريستوف خليل، كل واحد منهم 2 ريباوندز. بالنسبة للفيلد جولز 40%، 32 اتمت للهومنتمن، 31 اتمت، 33% للليدرز، عن 3 نقط 3 من 11، 27% للهومنتمن، 4 من 14 للليدرز، 28%. فري ثروز 2 من 5 هومنتمن، 5 من 7 ليدرز، 23-18 ريباوندز للليدرز، 11-4 الاسيست للليدرز، 8-6 ستيلز ليدرز، 3-4 بلوك شوتس للهومنتمن، تيرن اوفر 8-9 ليدرز. شو لازم يعملوا الفريقين بالهاف الثاني؟ اكيد الليدرز فيهم يلعبوا اسرع، اذا بيلعبوا فاست بريك، لانه لعبوا فتره من الفترات قدروا ياخذوا كم فاست بريك، وهيدا المفتاح ليربحوا الجيم. هيدا ترانزيشن ديفنس تبع الهومنتمن منن كتير سريعين بالرجعة، فيهم يستفيدوا من هالشي الليدرز. الهومنتمن بدو يروحوا عند كالدويل وعند جيسي جونز أكتر، وعند بغداديان أكيد، عند بغداديان بدو يلعبوا تحت السلة، في أدفانتج للبغداديان تحت السلة. ستانلي، بيكوك، كريستوف خليل، كريستوف بيلعب لتحت السلة 3 seconds صح. كيف 3 seconds بتصير؟ قلت لكم قبل قد ما بده في يقعد، حتى لو واقف بلا ما يتحرك بقلب 3 seconds اللعيب، إذا واقف أكثر من 3 ثواني بلا ما يتحرك وصلته الطابة بتنعد 3 seconds. قد ما بده في يتحرك بالزون توصلوا الطابة ما في مشكل، ما في 3 seconds. 3 seconds بتصير وقتها يكون واقف كل الوقت وبتجي الطابة. 8 على الشوت كلوك لحود، لحود فوت على الباسكت، ستاب وحدة اوفنسيف ريباوند وبتضيع منه، تيرن اوفر على البغداديان. ستانلي سبين موف بيلعب للبيكوك، حلو الاسيست، باسكت اند للبيكوك. عنده فري ثرو، بيكوك عنده معدل 18.7 7 ريباوند 2.3 اسيست اليوم، 7 نقط فرق نقطتين، 33-31. كالدويل بياخذ الفاول، يعني انا بقول ضد هالزون عم يتعذبوا هومنتمن، لازم تبرم الطابه اسرع، خففوا دربل، يتحركوا ياخذوا بوزيشنز، اللعيبه يتحركوا لا يفضى حدا، برم الطابه سريع، اتاك ذا زون والعب لبرا،
هيك بدك تعمل، هيك مش ضابطه كثير، انا رايي هيك مش ضابطه كثير. كريستوف خليل الريباوند، ريباوند الخامس لكريستوف، باونس باس حلو كثير، حلو كثير هالبيك رول، توصل عند مين؟ عند المخلوف بهالاسيست الحلو من يوسف غنطوس، ثالث اسيست ليوسف مخلوف، رابع نقطة، ثلاثة جونز ما بحط. تروح عند ستانلي، ستانلي بيروح على الباسكت، هذا اللي عم نحكيه، بدك تروح بدك تستعمل أسرع شيء ترانزيشن أوفنس، تكون طيارة فيك تستفيد كثير ضد فريق الهومنتمن. هومنتمن بده يلعب أسكا، بده يلعب طابة تبرم أسرع، تبرم على الكل وأسرع بإيده الشمال، هيدي ثالث نزلة عم ينزلوا مش مزبوطة، أوفنسيف ريباوند وتاني ما بيقدر بغداديان يحط، بدك تحطهم يا بغداديان إذا بدكم تضلوا بالجيم، بدكم تحطهم. كريستوف خليل ثلاثة، كريستوف خليل ثلاث نقط، تايم أوت للهومنتمن، عشر نقط لكريستوف بيطلع الفرق للتسعة، 40-31 مثل ما بلشوا الجيم فرق 8، هلأ بيرجعوا بيطلعوا الفرق للتسعة بأول كوارتر الثالث، أول ثلاث دقايق بلشين 9-0 9-0 ليدرز. برجع بقلكن ضد هيدا الزون اللي عم يلعبوه ليدرز بدك تبرم الطابة أسرع، بتطج طجة طجتين بتقرب على الزون، بدبوا عليك لعيب أو لاعبين، بتلعب لميلة اليمين أو الشمال، لعيبة بدها تبرم ما كل واحد يوقف محله، لعيبة اللي ما معه طابة بده يبرم يتحرك، أكيد عند أكيد كل فريق عنده سيستم ضد الزون لازم يستعملوه، إذا ما عندهم بده يقرب على زون، يقرب على الثلاث نقط، فيك بقربوا عليه اللعيبه، بيلعب لشمال او يمين، تبرم الطابه، اوفرلود، ثلاث لعيبه بيجوا على ميله وحده، فيك كذا شيء بتقدر تعمله ضد الزون، بس ما فيك تجي تلعب لعيبه كلها واقفين نفس المحل، لانه الدفاع عارف كل لعيب وين، كل لعيب واقف محله ما عم يتحرك، وواحد بجرب يلعب 1 اون 1 ضد هذا الزون ما راح يقدر يلعب 1 اون 1. جونز كالدويل حرب لبرا، جيسي جونز لكالدويل، كالدويل الثلاثة، هذا اللي عم بحكيه، جونز قرب على الثلاثة بدبوا عليه، واحد ويفضى بميلي، واحد بده يفضى بميلي، هالمرة كالدويل فضي، حلوة كتير حلوة كتير يا يوسف غنطوس، حلوة كتير يوسف غنطوس، 17 لستانلي غنطوس، خامس اسيست جونز، جونز ما بحط، تاني ميل بيكوك، بيكوك بفوت على الباسكت، باسكت ان مع فاول للبيكوك، باسكت ان مع فاول، عمين الفاول الفاول الثاني على الصقر، بيكوك عنده فري ثرو، الفرق طلع لعشرة، اكبر فرق بالجيم، في طلعوا ل 11 كمان، بيكوك بضل 10 الفرق، بيكوك سبع نقاط، خمسة ريباوندز واسيست، جونز، جونز لا ما عم تلعبوا زكا صراحة، هومنتمن ما عم يلعبوا زكا هلا، تاني ميل فاست بريك فاول الثالث على كالدويل، قلت لكم بأول الكوارتر الثالث إذا الليدرز بدهم يربحوا شو بدهم يعملوا؟ بدهم يلعبوا أسرع، بدهم يلعبوا على الفاست بريك، شو عملوا؟ ركضوا، والفاست بريك ما بدها كثير يعني فن وقصص، بدك تركض، اللي بيلقط الطابه الاوتلت باس
اول فيترو برا. يلي بيلقط الطابة بده يركض ويركض الكل معه. وطالما في حدا عم يركض معه في باسكت ان. مخلوف اثنين فري ثروز برا. كولدويل. جونز بيلعب لصقر، صقر ثلاثة. ستانلي. ستانلي بيقطع جونز. للكالدويل. كالدويل بيروح all the way. بجيب الاوفنسيف ريباوند. الطابة بتضل مع كالدويل. انتبهوا كالدويل بثلاثة فاولز وبقي على الملعب. شو لازم يعملوا ليدرز؟ يلي عم بدافع عمايلته بده يروح عليه. باسكت ان مع فاول. كمان هيدا فاول خفيف. كمان فاول خفيف ممنوع. ممنوع سلة هيدي هيك مع فاول هيك هين. واحدة وعشرين لكالدويل. بنزل فرق لثمانية. بنزل فرق لسبعة كمان. رح نشوف السيناريو اللي صار بالكوارتر الأول. بيطلعوا تسع نقط. عم نحكي عن ليدرز بيرجع. الهومنتمن بيرجع بفوت بالجيم، بيرجع بيقرب وبيعدل وبيتقدم. غنطوس، غنطوس بول أب. ثمان نقط للغنطوس. اثنين ريباوند، خمسة أسيست. جونز. جونز بياخذ البول أب. رفعت بيجيب الاوفنسيف ريباوند. جونز كمان ثلاثة هالمرة، ثلاثة هالمرة جونز. أنا ما حابب شو عم يعملوا الهومنتمن صراحة. تيرن اوفر. تيرن اوفر التاسع هيدا. لا تيرن اوفر 12. 8 على هومنتمن. جونز. كالدويل. كالدويل ثلاثة. إذا بده يكملوا هيك هومنتمن ما رح يقدروا يروحوا الجيم. أنا عم بقلكم. يوسف. يوسف بيلعب لستانلي. ستانلي لبرا لكريستوف. ما فاتت بس حلوة. تاني ميل. جونز بلحقها ما بلحقها. كالدويل بدك تصيبه. يعني اي بي سي تبع الباسكت تصيبه. ما قدر تصيبه قدامه شوي مش كثير. تيرن اوفر التاسع على هومنتمن. بس الفرق ستة. 46 40. يوسف لبرا. جيزي. يوسف على جديد. يوسف فوت على الباسكت بياخذ الفاول. كم مرة صار فايت يوسف بنفس الطريقة ولعبين نفس الباس. تحت الباسكت البيكوك. وين الدفاع؟ هيك بيقطع من برات الملعب لبيكوك تحت الباسكت ليحط نقطه التاسعة. ما بيصير هيك. 48 40. جونز. جونز لبرا. كمان لبرا. كمان لحوت. اثنين على الشوت كلوك. الصقر بجرب يعمل له فولو لانه اخر الوقت. شوف قد ايه عم يلعبوا سريع، قد ايه عم يلعبوا سريع. ستانلي. ستانلي قد ايه عم يلعبوا سريع، قد ايه عم يلعبوا فاست بريك. سمعوني سمعوني يا جماعه الليدر، سمعوني عم يلعبوا فاست بريك. 50 40 هومنتمن. لا 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 مبلا 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 مبلا. وقت يحط بدنا نسكت.
شوطة سريعة شوطة سريعة بدنا نسكت. يوسف فاول. فاول على اي عيق. قال من ثلاث دقايق لخلص الكوارتر الثالث. فرق سبعة. اثنين فري ثروز ليوسف غنطوس. اول فري ثرو برا. غنطوس اثنين من اربعة الفري ثرو لهلا اليوم. واثنين من خمسة. بضل فرق سبعة. صار. صائر بيلعب الباس لكالدويل تحت السلة. لعبة أسكا. لعبة أسكا من الهومنتمن. أول مرة من المرات القليلة اللي بنشوف كالدويل عم يلعب تحت السلة. ظهره للسلة وبيلعب. بنزل الفرق لخمسة. بيكوك. تيرن أوفر. زيت. الطابة مع الليدرز. كمان تيرن اوفر. كمان تيرن اوفر. خلينا نشوف الريبلاي. طابة مع الليدرز. بتصور كانت واضحة. أنا هيك شفتها. جيزي لبيكوك. بيكوك تحت الباسكت. تيرن اوفر. تيرن اوفر. 14 تيرن اوفر على الليدرز. عجقت تحت السله يا بيكوك. زدت لبرا ما تعجقها. عجقت ضبوا عليك كاتي. زدت لبرا. وقت كاتي يكونوا عم يدافعوا عليك في حدا فاضي برا. صقر. صقر. كالدويل لجونز. جونز على الاوت يا جونز. تيرن اوفر ما بوقتها ابدا يا جونز. 11 تيرن اوفر على الهومنتمن. ستانلي للغنطوس. غنطوس ثلاثة. ما بحط الغنطوس. عيد للعقيق الباس. فاول على مالك حجازي. بعد ما صاروا بالفاول ترابل ليدرز. طابة مع الهومنتمن. اوت اوف باونس تحت السلة. كالدويل. كالدويل ميد رينج ما بيحط. تاني ميل. بسرعة بسرعة بسرعة. فاست بريك. هيدا اللي حكيناه. هيدا اللي عم نحكيه. ستانلي 21 نقطة لستانلي. بعده هداف الجيم 24 كالدويل. جيسي يا خي يا جيسي يا خي يا جيسي. شو عم تعمل؟ ما تحكي ولا كلمة وليد. جيسي بقول لك ما تحكي ولا كلمة. بعمل اللي بدي. بحط كتات. بعمل اللي بدي. جيسي جونز 16 نقطة. جيسي جونز 16 نقطة. بتروح حلو كثير هالاسيست من كريستوف خليل. من كريستوف خليل للمخلوف ومخلوف بحط. جيسي جونز 4 من 8 على 3 نقط اليوم. كالدويل. كالدويل بفوت على الباسكت. ما بحط. ما بحط الكالدويل. كريستوف حلو كتير الموف يا مخلوف.
يا مخلوف حلو كتير، حلو كتير الموف يا مخلوف. كريستوف خليل والله بيعطيه، والصبي والصبي عم يلعب، الصبي عم يلعب. 15 ثانية ليخلص كوارتر. بكير بكير وبلوك شوت كمان من المخلوف، ليكون مخلوف، ليكون مخلوف. مخلوف بس خليني اقلكن انه المخلوف 8 نقط، 4 من 4 فيلد جولز. كاردويل وحلو كتير هالموف يا كاردويل، 26 نقطة كاردويل. بعد في ثانيتين، ثانية ستانلي ما بيحط. خلينا قلكم المخلوف شو عامل بالجيم لهلا، 4 من 4 الفيلد جولز، 5 ريباوندز اسيست وبلوك شوت وحده، بس عنده بريزنس على الملعب كثير منيح هاللعيب، عنده بريزنس على الملعب كثير منيح. اللي حلو انه لعيبه الليدرز عندهم ثقه فيه، مش لعيب صغير فايت وجديد ومنه من اول موسم عم يلعب، اخر كم جيم بلش يلعب. سو بس اللعيبه، لعيبه الليدرز عندهم كامل الثقه فيه، عم يعطوه وهو عم بيكون قدها. 50-56 ليدرز اخر 10 دقائق من الجيم. اللي لازم يعملوه الهومنتمن انه اول شيء، اول شيء لازم يعملوه يرجعوا اسرع، لازم يكون في اثنين سيفتي يرجعوا بسرعه على دفاع، او في واحد بده يوقف اللي عم بيقطع الطابه بسرعه، بده يسكر له طريقه، يوقفه، ياخره، هيك باخر الفاست بريك. يا اما بترجع بسرعه الدفاع، كل فريق بده يرجع بسرعه الدفاع، يا اما بدك توقف اللي عم بيسرع الطابه. مين عم بيسرع الطابه؟ سالني عم يركض الطابه بسرعه، حجازي عم بيزت الطابه بسرعه، كل واحد عم يلقى الطابه عم بيقطعها بسرعه. سو هيدا اللي لازم ينعمل، بتوقف الفاست بريك، يا بترجع لورا يا بتوقف اللي عم بيقطع الطابه عم بيقطعها بسرعه. هذا لازم يعمله هومنت من اول شيء. ثاني شيء لازم تبرم الطابه على الكل واسرع، والكل يتحرك، مش يلعبوا 1-on-1 كل الوقت. ستة وخمسين خمسين، ست الفرق، 10 دقايق وبيخلص الجيم. مين رح يربح الجيم المهم؟ جيزي ستانلي كريستوف خليل. شو بيصير؟ شو صار؟ فاول بس ضد الزون. عم نشوف، شوفوا كيف عم يتحركوا لعيبة الليدرز، بيروح بيلعب باس، بيروح لتاني ميل، تبرم الطابة قبل، هلا ما عم يتحركوا. كريستوف خليل، كريستوف خليل بيلعب لبرا للحجازي على الثلاثة، قوية قوية، ريباوند عالي على الاوت، ريباوند عالي ما بيقدروا يحافظوا عليه ستانلي والمخلوف. صقر كالدويل، كالدويل فيك ثلاثة ما بيحط، عقيق بجرب يجيب الريباوند. الطابة مع الليدرز، جيزي لتاني ميل، كريستوف خليل كمان لتاني ميل، جيزي لكريستوف خليل، ميد رينج شوت جوا، فرق 8
58 50 كريستوف خليل نقطه 12 ماني ريباوندز لكريستوف خليل اكثر لعيب يعمل ريباوندز بغداديان 9 كالدويل ستيل لا كالدويل بحافظ عليها جامبول طابع مع الهومنتمن 4 شوت لوك بغداديان بيرجع يفوت على الجيم عيي بياخذ البول اب على ازاز عيي على ازاز بينزل الفرق لسته فاول عطوا فيه سعر ستانلي كريستوف خليل جيزي خمسة على الشوت كلوك ستانلي بدك تشوت ستانلي بدك تشوت ستانلي بيشوت ما بيحط جيسي جونز ثاني ميل جيسي جين جيسي جونز بياخذ الفاول اثنين فري ثروز لجيسي جونز ستاشر نقطة اليوم لجيسي جونز بعد ما وقف على الفري ثرو مهمين هالاثنين فري ثروز لجيسي جونز كثير مهمين اول فري ثرو ان 79% معدله من الفري ثرو جيسي جونز شايط 73 فري ثرو هاي ال 74 ببطولة لبنان 79% مهمين كثير هالفري ثروز اول فري ثرو ان ثاني فري ثرو ان بنفس الفرق لا اربعة ستانلي كريستوف كريستوف يفوت على الباسكت ما بيحط التيب للبغداديان جونز لا يا جونز لا يا جونز لا يا جونز هالمرة أنا معي حق ما بتنشط تاني ميل فاول اثنين فري ثروز لستانلي ستانلي ديفيس اثنين فري ثروز 21 نقطة 4 ريباوندز 4.5 اسيست معدله بالجيم ستانلي 2 من 2 على الفري ثرو اليوم 3 من 3 مرتاح ولا دقيقة كل الجيم عم يلعب ستانلي هو وبيكوك أبدا مرتاحوا اثنين من اثنين اربعة من اربعة اليوم 23 نقطة ستانلي بعد كالدويل هداف الجيم ب 26 جونز بيلعب للبغداديان بغداديان بغداديان بيعمل الموف وبيحط هيك لازم يلعبوا الهومنتمن عطول يوصلوا الطابة لتحت السلة تيرن اوفر الطابة هومنتمن الطابة هومنتمن تيرن اوفر
طابي مع مين؟ طابي بتضل مع الهومنتمن. ست دقايق ونص، الفرق أربعة. هالكوارتر تقريبا كله عم يلعبوا مان، عم بحكي عن الليدرز. هومنتمن زون كل الوقت. على فكرة كالدويل صاحب ال 26 نقطة اليوم، يلي هو عنده معدل 29 فاصل نقطتين، هو أكثر لعيب حط بجيم واحد ببطولة لبنان، مع إنه لعبين خمس جيمات بس، 41 نقطة حاطط كالدويل حقيقي لبرا، الصقر كليتي عم بحط الصقر. عم نحكي لعبوا لتحت الباسكت يا شباب، هومنتمن لعبوا تحت الباسكت. كليتي ستانلي جونز، جونز بهدي الطابه، كانوا اثنين على ثلاثه، بهدي الطابه جونز، بيلعب لبرا الصقر الاكسترا باس لعند كالدويل، لازم يروح عند كالدويل، لازم يروح عند كالدويل ودانيال بغداديان، انا هيك بقول، هومنتمن لازم يروح عند كالدويل ودانيال بغداديان لينزلوا الفرق، وبينزلوا الفرق لنقطتين، 28 نقطه لجوشوا بيكوك. ليك كيف تركينه لبيكوك، تركوا على ثلاثة في شوت، يوسف اللي بيشوت. الصقر. ريباوند الرابع على الصقر. كالدويل. بيلعب للبغداديان. بغداديان. بغداديان. يعمل الموف تحت السلة. ما بيخلص البغداديان. بيعمل الفاول. أنا بقول بغداديان. عم بقول لازم يروحوا لعند البغداديان يلعب تحت السلة، صح، البغداديان لازم يقرب أكتر على السلة، أكتر قرب أكتر، عم تعمل الموف، عم يدافع عليك شاب صغير خبرته قليلة، قرب مخلوف، بتقرب عليه، بتقرب أكتر على الباسكت وبتعمل اللي أب، تعملها أقرب من هيك الموف تبعك. جيسي جونز يلي بيقطع الطابة ما بيقدر، شو صار؟ اوفنسيف فاول، اوفنسيف فاول. خمس دقايق. هيدا الفاول على بيكو. ستين، 58، خمس دقايق، نقطتين. والعان الجيم، والعان نفس سيناريو الهاف الاول، بيطلعوا تسع نقط باول جيم، بيطلعوا تسع نقط على الهومنتمن ليدر، بيطلعوا ليون، بيرجعوا الهومنتمن بيقرب وبيرجع سكور نقطه نقطه. هلا كمان طلعوا بالكوارتر الثالث تسع نقط، رجعوا جونز عم يخربها، بعدنا عم نقول جونز عم يخربها. هالمرة الريباوند للمخلوف لبيكوك. بيكوك ستانلي، ستانلي حلوة هالموف، حلوة هاللعبة، حلوة هاليورو ستيب يا ستانلي. 25 نقطة لستانلي. صقر بيلعب للبغداديان. برافو برافو هومنتمن، هيدي اللعبه الصح. ستانلي اكثر جيم السنه ببطوله لبنان حاطط نقط 24 نقطه. هلا ستانلي حط نقطته ال 25. اول فري ثرو للبغداديان ان، يعني هذا أكثر جيم بحط فيه بجيم واحد ستانلي ديفيس. بغداديان أول فري ثرو إن، ثاني فري ثرو كمان إن، فرق بضل نقطتين. بغداديان 10 نقط مع 10 ريباوندز لبغداديان. يوسف بدهم يرجعوا الليدرز. حلو 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 الاسيست من البيكوك للغنطوس، غنطوس بحط باسكت مع فاول، الفاول
على دانيال بغداديان. الغنطوس 2 من 5 على الفري ثرو، 3 من 6، 5 نقط الفرق، 65-60. جونز، جونز عن جديد، حقيقي حقيقي بفوت على الباسكت وبياخذ الباسكت العيي العيي، بحطها الثاني من مين؟ بيكوك لبرا للغنطوس، شفتوا كيف روقوا اللعبه، بطلوا يلعبوا فاست بريك مثل ما لازم، ما ركضوا بهالوقت، رجع فاتوا الهومنت من على الجيم. يوسف غنطوس 5 على الشوت كلوك، تيرن اوفر، تيرن اوفر على الغنطوس، التيرن اوفر 17، تيرن اوفر 17 على الليدرز. الليدرز هن معدلهم 15.4 تيرن اوفر بالجيم. الصقر ميد رينج، الصقر بحط، الصقر بحط، بينزل الفرق لنقطة. الصقر بنزل الفرق لنقطة وبعد في دقيقتين و51 ثانية ليخلص الجيم 65-64. الليدرز عم يعملوا فرق وقتها عم يردوا، واضحة وقتها ما يردوا ويهدوا الطابة بال 5 on 5 set offense عم يتعذبوا. عم يولع عم يولع جمهور لومنتمن، عم يولع طابة مع الليدرز، دقيقتين 51 ثانية. برجع بذكركم هداف الجيم كالدويل 28 نقطة، 25 ستانلي، 10 ريباوندز بغداديان، بيني كريستوف خليل 5 اسيست للغنطوس. كريستوف خليل لبرا، يوسف 3، يوسف 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 3 نقط بوقتها 68-64، بيطلع الفرق لأربعة. يوسف بدك تروح عند كالدويل، ضروري تروح عند كالدويل بهالفترة، الحقيقة 5 على الشكلك، ضروري تروح، ما في يتصرف بهالطابة تانيوس حقيقي، ما في هو يتصرف بآخر الجيم باخر 2.7 ثواني، بدك تسلي بالطابه، انا رايي لكالدويل ضروري، وبدك توسع له الملعب، عم يلعبوا مان، وسع له، اتركه يلعب 1 اون 1، هلا هيك لازم تعمل. كريستوف خليل، كريستوف خليل بفوت على الباسكت وبيحط، كريستوف خليل 3 نقط
من يوسف غنطوس، برد كريستوف خليل بلونتين، بيطلعوا الفرق لستة 70-64. كريستوف خليل اليوم 14 نقطة، 8 ريباوندز، 4 اسيست. نشوف كوتش داغر، جورج داغر كوتش ليدرز، شو رح يعطي تعليمات بهالوقت. وكوتش ماركو، كوتش الهومنتمن، كوتش ماركو فيليبوفيتش. مشاهدين اس بي اي صوت بيروت انترناشونال على منصاتنا، عم تحضروا جيمات كثير حلوه على اس بي اي، كثير حلوه الجيمات عم تحضروا على اس بي اي. جونز، جونز ياخذ البول اب ما بحط، ريباوند لستانلي، ستانلي لبيكوك لبرا غنطوس، غنطوس بياخذ وقته. هيدا الحكي الصح، تنزل على الفاست بريك فيه، شوفوا هالباسكت الحلو. 72-64. فاول، فاول على كريستوف خليل. دقيقة 15 ثانية، الفرق 8. بغداديان، جونز، هلا لازم يستعملوا الكيتي، انا رايي هلا لازم يستعملوا الكات نقط. دقيقة و10 ثواني، فرق 8 نقط، بدك تشوط عن الكيتي، انا هيدا رايي. جيسي جونز عنده 2 فري ثروز، اليوم 2 من 2 من الفري ثرو جيسي جونز. اول فري ثرو ان، واكيد لازم يلعبوا بريس، لازم يحط هيدي الفري ثرو ويلعبوا بريس الهومنتمن، حتى تاخروا يلعبوا بريس، اخر كانت اربع نزلات كان لازم يلعبوا بريس. 2 من 2، خلينا نشوف اذا في بريس. لا لا ما في بريس، لا لا كيف هيك، كيف هيك، عم ياخذوا وقتهم كله. لا وزون كمان بعدنا، غنطوس ما بيصير هيك. خمسة على الشوت كلوك للحجازي، حجازي ما بيحط، بتروح عند كالدويل، كالدويل لجونز، تيرن اوفر، غلط غلط، باسكت ان، باسكت ان للليدرز، تايم اوت. انا برايي غلطوا كثير باخر دقيقتين ثلاثه الهومنتمن. أربعة وسبعين ستة وستين. ستانلي اليوم 27 نقطة، 8 ريباوندز. ستانلي مثل ما عم قلكم، شوفوا اخذ 16 اتمت، 10 من 16، جيم كبير اليوم لستانلي، 10 من 16، 7 من 8 على النقطتين،
3 من 8 على الكات نقط، 4 من 4 فري ثروز، 8 ريباوندز، 2 اسيست، 4 تيرن اوفرز، 2 ستيلز. جيم كبير لستانلي اليوم. برجع بذكركم هذا اكثر جيم بحط فيه ببطولة لبنان ستانلي ديفيس 27 نقطة. الفرق 8 38 ثانية. حقيقي بدك تاخد شوطة كتير سريعة، هذا اللي بيعمله بحط. هلا عم شوف بريس، هلا عم شوف بريس، وين اللعيبة؟ وين اللعيبة؟ وين؟ وين البريس؟ ما في البريس، كله بده يعمل، كله بده يركض. غنطوس لازم يلعب لبرا، غلط الغنطوس، لازم يلعب لبرا، لحود، لحود بدك تاخد الأتمت، ما بقى فيك تنطر. جونز ثلاثة كتير بعيدة، ما بيحط. بيكوك الريباوند، يعطيكم العافية، مبروك للليدرز، مبروك للليدرز. الليدرز بحقق ربحه الخامس، خمس جيمات ربحان، تسعة الخسارة. بالنسبة للهومنتمن، الهومنتمن بضل على ثلاثة ربح وعشر خسارات. لكن مبروك كمان مرة للليدرز، هارد لك للهومنتمن، جود جيم. حاربوا الفريقين، لعبوا منيح. خلينا نحكي أول شيء مع كوتش داغر. كوتش داغر، عود كوتش، عود بعدين نحكي. لاحق لاحق. مبروك، جيم كتير مهم كان للفريقين. انتو اخر شيء ربحتوا الجيم. انا اللي لاحظته وقت لعبته سريع، وقت لعبته تلعبوا على الفاست بريك عم تقدروا تاخذوا بسهوله. يعني صح. هن فريق بيرجع شكله بيرجع ترانزيشن ديفنس بطيئين شوي. صح. وقت تلعبوا فاست بريك، طب ليش باول هاف لعبتوا فاست بريك طلعتوا عليهم رجعوا وقفتوا هن رجعوا على الجيم، ثاني هاف رجعتوا ركضتوا بسرعه ورجعوا هن فاتوا على الجيم. شو عم بيصير معكم؟ ليك وليد نحن بيسمك سلي. وليد ليك شو عم بيصير معنا؟ نحن بهيدي التشكيله يلي معنا هلا، هذا ثالث او رابع جيم ولعبنا ثلاث جيمات قبل هن القوي. يعني لعبنا حكمه، رياضه، بيروت بهي التشكيله. يعني بالاجنبي معنا ستانلي، عم نلعب اذا بدك فايف جاردز اكثريه الوقت. عندنا لوفي بس بيج جاي لبناني عم نستعمله اوقات بالجيمز وعم بيلعب كثير منيح. مين هو؟ لوفي جون ليك مخلوف. لوفي هذا لقبه ما خصنا نحن. هذا لوفي لا عم نتعلم اشياء جديده بقى. لوفي بقى يلي عم بيصير معنا نحن افونتاجنا يعني اور سترينث هي نركض بسرعه، بس مهم نجيب ستوبس. المشكله اليوم انه في كتير نقط رجع جابوها هن بس عدلونا من ورا شوطات سريعه ومن ورا تون اوفرز عملناهم نحن. هن فريقهم نحن عملنا شغلنا عليهم وهن من اكثر الفرق اللي ما بدافعوا منيح على ترانزيشن ديفنس. سو كان الجيم بلان تبعنا لو حطوا سفينه سله بثلاث ثواني نجرب نرجع نوصل لعندهم. هيدا اللي قدرنا نعمله، ما قدرنا نعمله كل الجيم بس قدرنا نعمله اناف بالجيم لنخلص بربح. مبروك لك يا ثانك يو. هذا خامس ربح، عم تقربوا اكثر على الفاينل 8. شو الوضع؟ الحمد لله جيم باي جيم باي. هلا مبلشين كانه جديد، هيدي التركيبه كلها جديده. سو من هون ماشيين لقدام الله راضي. طب ليك سو اخر سؤال، لوفي باول سيزون ما كان عم يلعب فاكر اوت اوف نو وير طلع لوفي، بس ما عم نشوف انه بس انه عم يلعب، عم نشوف في ثقه من لعيبه عنده. صح. يعني عم بيروحوا لعنده عم يعطوه باسات. هيدي بترجع على شغلتين، واحد هو عنده ثقه بحاله، الصبي لو عمره صغير عنده ثقه كثير كبيره وهي بتعمل منه لعيب كثير منيح، واثنين عنده ثقه للتيم ميتس تبعه وعنده ثقه الكوتشنج ستاف متكلين عليه مثل كانه عندنا بيج جاي اجنبي. يعني ما عم نخاف نلعب معه حيلا وقت بكروشال تايم يكون على الملعب وعم بيعطينا الصبي. بقى ان شاء الله يضل هيك وان شاء الله يتقدم. يعطيكم العافيه، مبروك على الجيم اليوم. خلينا نحكي مع ستانلي صاحب 27 نقطه 8 ريباوندز 2 اسيست.
Thank you. How you doing? كيفك؟ How you doing? كيفك؟ منيح؟ I don't know. Like, Mary is good, right? كيف؟ كيف؟ ما بعرف أحكي إنجليزي. بدك تحكي معي بالعربية. See, look, let's start anyway. I'll do that. How you doing today? It was a good game. Yes, sir. For you. Yes, sir. And for the team as well. Yes, sir. You played as a team, but as I asked the coach, when you played on fast break, you could easily score baskets. Mm. But then you play for like 7-8 minutes, you get 6-7-8 fast breaks, and then you stop. Why didn't you play all the game running? You know, sometimes not take a break, but you gotta get your teammates involved. Keep their confidence up, and that's what I usually do. If I continue, I can do it. But sometimes I want to get my teammates involved and play the team game, like you said. And we came out with the win, 76-68. So when the time comes and I need to push and we need a quick bucket or a transition bucket, then I'll do it. But any other time, I want to keep my team involved and win as a team. I think they made it a little bit easier for you playing zone most of the game. Yeah. And you could play under the basket. Yeah. You could use the centers under the basket, everybody, when you played 5-on-5. Exactly. The offense. So you could use it. Yeah. You could use the centers and everything. Exactly. Did they make it easy for you as a team, or were you good today? Your team was good today. We just, as in the huddle, I was just telling the team, pick out the spots. Pick out the spots. There's always dead spots in zones, especially when you move the ball and the ball don't stick. In the first half, it was kind of sticking. The ball was kind of sticking when they was in man. So when they got in zone, I wanted to emphasize, don't let the ball stick. And that's what we did. We realized the dead spots in the zone, and we attacked them. So what's next? Of course, you want to play in the Final Eight. Will yes, you go sir. To the Final Eight? Yes, sir. Will leaders be in the Final Eight? Leaders will be in the Final Eight. Leaders will be in the Final Eight. Okay. Promise this you. Is what I like to hear. Thank you. Good you. Luck. Thank you. And congratulations. مبروك للليدرز. مبروك للليدرز. Hard luck للهومنتمن. هومنتمن عندهم شغل. بعد ما راح. بعدنا في جيمات بهالبطولة. بهالبطولة وفي جيمات بيقدروا يربحون. فلازم يشتغلوا شوي أحسن ويكونوا أحسن. وبتصور فريقهم منيح الهومنتمن بيقدروا يعملوا شغل السنة. نحن منلاقيكم الأحد الساعة 7:30. الأحد الساعة 7:30 جيم جديد على SBI. هلا أكيد كل الجيمات عم تكون منقولة على SBI. ما في جيم منه منقول على SBI. بس أنا بلاقيكم الأحد هوبس مع الرياضي. لا مش هوبس مع الرياضي الأحد. نحن الأحد مين مع مين يا إلي؟ الأحد بيروت مع الهومنتمن. بيروت مع الهومنتمن كمان. نحن رح نلاقيكم الأحد 7:30 بيروت مع الهومنتمن. لوقتها أكيد على SBI صوت بيروت انترناشونال، على منصاتنا على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. كل جيمات بطولة كلها بطولة لبنان كلها بطولة لبنان سناب شوت بطولة لبنان على SBI. أنا رح كون معكم الأحد. باي.